كنا اليوم في قريتنا، قرية سوشي القديمة. ليش ما بنينا؟ سوشي. ما خلوناش نبني في سوشي. يلا ممنوع. العائلات اللي كان الأهلي كانوا موجودون في سوشي، وعدة عائلات فلسطينية كانت موجودة. في 1985-86 الإسرائيليين أعلنوها منطقة أثرية وعملوا جدار، وأطلعوا العائلات بالقوة خارج هاي القرية. وبعض العائلات اجت على بعد 500 متر من الموقع الاثري سوسي من قريتهم على امل انهم يرجعوا. دارنا الحين ما بجيك دارنا، استنى. حوالي قبل 3 سنوات تقريبا، 3 سنوات او 4 سنوات اعتقد، حوالي 4 سنوات رحت انا واصدقائي من بيت سلم يوقف وابوي، رحنا وحاولنا ندخل، فدخلنا فاشترينا التذاكر فدخلنا، فبلش ابوي يفرجيني في المواقع وين امي ولدتني في المغارة اللي أنا انولدت فيها. ففجأة الجيش أجا وأطلعنا بالقوة. القوة؟ لا، إحنا ما طلبنا بيجي. ملاك كمان نشوف. ليش أخذوها؟ ليش أخذوها؟ سؤال كويس. هم مش حدا هند، هم مش فلسطينيين. هم مش ولا حدا هند، شو ليش أخذوها؟ حوالي قبل اسبوع حاولنا ندخل، او حوالي اسبوع او اسبوعين تقريبا حاولنا ندخل. بعد ما دخلنا واشترينا تذاكر اجى الجيش كمان وحكى انه ممنوع انكم، ممنوع للفلسطينيين يدخلوا هاي المنطقه، هاي منطقه مسكره، واطلعونا منها. يعني أنا كنت حاس يعني في كل لحظة وكل دقيقة الجيش راح يجي يطلعنا. أنا متفاجئ إنه اليوم حظنا كان حظ سعيد وقوي إنه ما أجى الجيش وخلونا ندخل نزور ونطلع يعني. بس أنا كنت متفاجئ يعني، كنت منتظر يعني كل لحظة أنا أسمع أي صوت سيارة أو إشي إنه أقول أوكي أي الجيش أجى راح يطلعنا، الجيش أجى راح يطلعنا. هان انا المغاره تاعتنا، امي ولدتني هان. بس بقاش شاط هيك، هذا هم سووا جديد، هذا كله بقاش. زواب فيش زواب، بقاش زواب. بقى فاتح الباب؟ الباب بقى فاتح، بقى فيش باب. I feel again what I feel before when I am with my brother, my father here. Show me when my mother give birth me here. I show my son also now. I feel something, but I don't. I am not have answer how I am feeling. Not have any. No words for this. No word for this. Even in Arabic, no words? You even can... in Arabic also, I feel the... Okay. ليش اخذوها؟ اخذوها يابا عشان هم بيقولوا هاي اثار لهم لليهود، واحنا فيش لنا اشي.
أنا بنيها. هذه زمان مبنية وإحنا استغلنا ونظفنا وحفرنا فيها. إن القرية تاعتنا في الذاكرة، وأنا بدي إياها تكون في ذاكرة الأطفال، في ذاكرة أولادي في سوسي وأطفال سوسي، إنه هاي قريتهم الحقيقية اللي طلعوا منها في 1986، إنهم يشوفوها ويحفظوها ويشعروا فيها ويشوفوا معالمها. هاي الإرث الموجود.